فين؟ في هذه الأثناء كيتم نقل لواحد المريض اللي مصاب بكوفيد، الله يجيب ليه الشفاء. كيف كتلاحظوا مشاهدي ماسينك تيفي، الان يتم نقل مرضى بكوفيد، لان هذه المصحه هذه كانت كتشمل يعني عده مرضى من مرض مختلفه، فيها اصحاب كوفيد وفيها المرضى العاديين. كيف كتلاحظوا متابعينا، مرضى كوفيد الان كيتم الاستخراج ديالهم. حنا كنتواجدوا الان في مدينه الدار البيضاء بالضبط من مصحه اطلس.
تراوما. اول شيء كما تابعتم مشاهدينا، تم نقل مرضى كوفيد الى مصحات اخرى في انتظار معرفة اسباب اندلاع الحريق في هذه المصحة الخاصة. الى هنا ينتهي هذا البث المباشر، نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.